بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادة الـ 8101 Fundamentals of Electrical Circuits Chapter الـ AC Circuits اللي هو الشابتر الثالث الجزء الثالث. اللي ما تفرج على الأجزاء السابقة أنصحه يبدأ بالأجزاء السابقة الجزء الأول والثاني ثم يكمل الثالث، لأنه الآن بدأت تصعب المسائل والقوانين، بدأت تعتمد كلها على الفصول الماضية. ما راح اطول في الشرح، ما راح اقرا الكلام هذا كله، ولكن الخلاصه عندنا البوزيتيف اند نيجاتيف فيزر انجل. طبعا احنا زي ما اتفقنا انه دائما قراءتك للزاويه تكون كاونتر كلوك وايز، عكس عقارب الساعه. فبالنسبه لهذه الزاويه او هذه الزاويه اقدر اقول عليها تقريبا حوالي 150. خليني اخذ القلم. بنتكلم عن الزاويه هذه من هنا الى هنا، هنا الصفر، عندي هنا 90، عندي هذه 180، فهي تقريبا انا افترض انها 150 درجة. هذه لو ابغى اقول positive phasor angle، لما ابغى اذكرها بالطريقة الموجبة. لما انا بذكرها بالطريقة السالبة اقدر اذكرها بالطريقة السالبة اللي هو امشي معاها مع عقارب الساعة من هنا الى هنا، طبعا حتساوي اللي هي ثيتا، قانون ثيتا ناقص 360. راح نطرح 150 ناقص 360 حيطلع لي الناتج يساوي 110 210 معلش 210 زاوية، طبعا بالسالب. فهذه الزاوية لو بقرأها من هنا حتكون سالب 210، أو أقرأها مع عكس عقارب الساعة عفوا حتكون موجب 150. فهذه فكرة البوزيتيف أند نيجاتيف فيزر انجل. تقدروا تقروا الكلام هذا الشرح الموجود، وعندنا هنا القانون الموجود عندي. نفس الكلام على هذه، هذه الآن بيقول لي لو أخذناها عكس عقارب الساعة من هنا إلى هنا حتكون بوزيتيف 225، لو أخذناها مع عقارب الساعة حيكون في هذا الاتجاه راح تكون نيجاتيف اللي هو سالب 135. فقط إيش القانون اللي سواه؟ عمل 225 ناقص 360، طبعا هذا كله بالدجري درجات، راح يطلع لي الناتج سالب 135 درجة. طيب ناخذ أمثلة على هذا ونقول for the phasor in each part of figure 1136 determine the instantaneous voltage value, also express each positive angle shown as an equivalent negative angle. The length of each phasor represents the peak value of the sinusoidal voltage. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أعطاني بيقول لي آخر جملة مهمة جدا. The length of each phasor represent the peak value. إيش يعني peak value؟ يعني أعلى قيمة. يعني لو عندي الرسمة هذه، هو الآن أعطاني قيمة البيك فاليو اللي هي 10 فولت، ما أعطاني الاستنتينيوس عند الزاوية اللي هو يبغاها. فالآن القيم العشرة هذه هي قيمة الأعلى بيك، فممكن الطول أكيد يكون غلط الأطوال هذه. طيب خلينا نشوف كيف حنحل هذه المسألة أو كيف راح نوجدها. فعندي نبدأ هنا نحل المسألة الأولى، أعطاني عند الزاوية 0 أعطاني 10 فولت اللي هي البيك فولتج. فنقول V instantaneous يساوي 10 ساين الزيرو. ليش قلنا ساين زيرو؟ لانه الزاوية اللي هو اعطاني هي ثيتا بزيرو، السهم بيأشر على الزيرو. والبيك عندي فولتج، القانون حقنا فاكرينه V بيك ساين ثيتا، فهذا الكلام بيساوي زيرو فولتج. طيب يبغاني كمان احسب الانجل، يساوي 0 ماينس 360، طبعا كلها ديجريز، حيساوي ماينس 360 درجة. فاحنا اوجدنا الطلبين اللي هو طلبهم في السؤال، اوجدنا الانستنتينيوس فولتج ووجدنا الانجل لهذه الفولت. طيب نحل الثاني هنا، عندي V instantaneous يساوي 10 ساين، كم الزاوية اللي اعطاني هي 30، فاقول 10 ساين 30، هذا الكلام بيساوي خلينا نكتبها هنا
10 ساين 30 بنص 10 مضروبة في 0.5 راح تديني 5 فولتس. الانجل تساوي، نبي نحسب الانجل اللي هي 30 اللي هو اعطاني هي ناقص 360 درجات، هذا الكلام بيساوي سالب 330 درجة. طيب نكمل هنا قبل لا نروح نصلي. عندي هنا طالب V instantaneous يساوي 10 ساين 90 يساوي ساين 90 بواحد، فعشرة في واحد بعشرة فولتس. الانجل يساوي 90 ناقص 360 درجة يساوي سالب 270 درجة. فاحنا بكده اوجدنا جميع الزوايا اللي طالبها وجميع الانستنتينيوس فولتج. في هنا امثلة ثانية انت تقدر تحلها بنفسك، تتدرب عليها وتشوف كيف حلك صحيح ولا لا. فيزر دياجرام. The two waves in A اللي هو الشكل الموجود هنا can be represented by a phasor diagram as shown in B. طبعا انا راح ارسمها، هل موجود في الكتاب ولكن انا راح ارسمها. طيب يبغانا نمثل الشكلين الموجودة هنا، الشكل A هذا كامل طبعا انتهى هنا وبدأ من هنا، وهذا الشكل B بدأ من هنا وانتهى هنا طبعا قبله لأنه leads. طبعا A بدأ من الزيرو، احنا عندنا هذا الفيزور دياجرام، هذا الخط عندنا هنا الزاوية زيرو، هنا الزاوية 90، هنا الزاوية اللهم صل محمد 180، وعندنا هنا 270، ونرجع مرة ثانية نكمل الدورة بالثلاثمية وستين درجة. طيب هذا بدأ عند الزيرو، خلينا نمثل ايش A اولا. طبعا A قيمته اعلى، ما هم مديني قيمة ولكن قيمتها A، فالفيزر هذا قيمته A. هنعمل خط مستقيم هنا نقول الين هنا، هذا هو القيمة A، هذا الخط المستقيم A ينتهي هنا، هذه القيمة A اللي بدأ عند الزيرو زاويته زيرو فما في اي زاوية. طيب كده احنا مثلنا بكل بساطة. نبغى نحاول نمثل البي الان، بدأ قبله بكم؟ بثلاثين درجة. كيف ايش يعني هذا الكلام قبله؟ يعني حيطلع على فوق، يعني هنا في هذا الاتجاه نعمل ثلاثين درجة، نقول هذه هي الثلاثين درجة، هذا هو الخط وانتهى هنا، طوله طبعا قيمته بي، فهذه قيمة بي. فعندي B أقصر من ال A، وإحنا بكده مثلنا إيش؟ مثلنا الخطين الموجودة عندنا ال two waves اللي هنا مثلناها في الفيكتور دايجرام. مهما أعطانا، مهما رسم الرسومات، لو جاب لي مثلا ال C وكانت هنا، معلش على الرسم، كان هذه سماها C، ال C أقصر أو في نفس طول ال B، حتكون فين؟ مقدار زاوية نقدر نقول مثلا هذه 40 أو 45، 45 راح تكون فين؟ راح تكون بالعكس 45 من هذا الاتجاه هنا لأنها لاك، وهذه هي 45، هذه هي السي. طيب يبغانا نرسم الآن اللي هو الـ A والـ B والـ C الموجودة عندنا، أم معطينا أطوال ويبغانا نرسمها. السؤال بيقول use a phasor diagram to represent the sine wave in figure 1138. اوكي طبعا عندنا هنا نبدأ بأول واحدة اللي هي A، خليني اخذ القلم. عندي هنا بدأت بزاوية، طبعا هي الليد عن الزيرو، بدأت بزاوية 45 درجة وب V peak مقداره 5 فولت. فراح اجي هنا هذه الزيرو، هذه التسعين، هذه المية وثمانين، وهذه هنا عندي 270، واخيرا 360. طبعا كلها درجات، كلها لازم يكون عليها علامة الدرجات. طيب نجي نبغى نرسم ال A اللي قلنا بدأت ليد ب 45 درجة بزاوية مقدارها 45 درجة وارتفاعها الفولت 5 فولت. راح اجي هنا لين هنا عندي هذا ال 5 فولت وانتهت هنا،
هذه هي ال A اللي قيمتها 5 فولت. طيب نيجي نشوف هنا الآن، نبغى نرسم ال B اللي هي 7.5، ارتفاعها ال highest peak فيها 7.5، وبدأت من عند الزيرو زي ما احنا شايفين هنا، بدأت من عند الزيرو. فراح ارسم خط مستقيم على الزيرو قيمته 7.5 فولت، وهذه هي البي. طيب نجي نشوف السي، السي 60، فراح اجي هنا بالنيجاتيف او اقول 60 ناقص 360 حيبقى لي 300 بالسالب. طبعا راح اجي هنا عند السالب 300 ونفترض انه هذه هي، واعمل خط مستقيم اللي هو قيمته 10 فولت، ونقول هذه هي السي. فاحنا بكده مثلنا جميع الفيكتور الفيزور اللي هو طالبها مننا في هذا السؤال. وبكده هذا مثال جدا بسيط ومباشر على كيف تحويلنا للساين ويفز اللي عندنا او من ويف فورم الى فيكتور فورم. فهذا السؤال ممكن يجي في الاختبارات، بالذات في اختبار المعامل بيجي هذا السؤال. Angular velocity of a phasor، ما راح اقرا الكلام هذا، ولكن اختصار الكلام هذا، طبعا عندنا شيء اسمه الانجولار فيلوسيتي اللي هي سرعة الزاوية. بمعنى اذا كان عندي هنا نقطة معينة وبيدور الساين ويف اللي هو اللي احنا عارفينه، هذا هو الساين ويف اللي هو بيعمل دورة كاملة، عندي نقطة احنا نبغى نعرف قد ايش بيدور هذه الزاوية. طبعا احنا قلنا عكس عقارب الساعة، فبأي سرعة بيدور هذا الزاوية أو هذه الويف. طبعا هذه الساين ويف اللي أنا رسمتها تختلف، تكون أسرع من الساين ويف هذه مثلا، لأنه هذه زي ما احنا عارفين أخذت وقت أطول إنها تتكون الدائرة الكاملة، بينما هنا وقت أقصر. ما بتكلم عن الفولت أو الفي بيك، لا أنا بتكلم عن الوقت اللي هي استغرقته. طبعا عندنا هنا علامة السمول أوميجا، طبعا هذه كريك علامة يونانية اللي هي آخر شيء عندي هنا، واتقطع النص اللي عندي هنا، the small Greek letter اللي هو يمثل الأوميجا، اسمه أوميجا، أو إحنا نقول angular velocity. يختلف طبعا عن علامة الأوم اللي هي الأوم حقتنا المعروفة، الأوميجا اللي هنا، لا عندنا الأوميجا هذه اللي هي small Greek letter تساوي 2 باي على T. طبعا بالراديان اللي هي 2 باي على التي، 2 باي اللي هي ايش؟ اللي هي الزاوية 360. انا بحاول اشرح القانون عشان نقدر نعرف، وهذه اللي هي بالدجري 360 درجة على الزمن، يعني المسافة اللي بتقطعها المسافة على الزمن، وهذا يدينا قانون السرعة زي ما درسناه في الفيزياء قبل كده. طبعا يقول لنا الاثبات، سينس الفريكوانسي تساوي 1 على التي، وعندنا هنا 2 باي مقسومة على التي، فمقلوب الواحد على التي هذه تساوي الفريكوانسي، فنقدر نقول انه الانجولار فيلوسيتي تساوي 2 باي اف، صح ولا لا؟ بدلنا التي اللي موجودة في المقام تحت طلعناها باف في البسط. طيب عندنا الانستنتينيوس فولتج بيساوي في بيك في ساين ثيتا في ساين الزاوية، وثيتا عندنا هنا تساوي اوميجا في التايم. طبعا اثباتها طويل جدا ما يحتاج اقوله، اللي يبغى يعرف اثباتها يكتب angular velocity في اليوتيوب او في اكاديمية خان، خان اكاديمي في اليوتيوب برضو هذه موجودة، بيشرحوها شرح جدا جميل وجدا واضح. فعندنا الثيتا تساوي اوميجا في تي، الاوميجا قلنا 2 باي اف، وبعدين عندنا هنا الثيتا اوميجا هذه 2 باي اف مضروبة في التايم في الزمن. So the instantaneous value of the sinusoidal voltage can be written as V instant يساوي V peak sin 2 باي اف T، وال 2 باي اف زي ما احنا عارفين اللي هي الاوميجا، حسب ما راح اعطيك المعطيات الموجودة في السؤال. اذا اعطيتك اوميجا ما يحتاج توجد ال 2 باي اف، اذا اعطيتك الفريكوانسي انت لحالك راح تجيب التو الباي في الآلة الحاسبة موجودة الفريكوانسي في التايم. خلونا ناخذ مثال ونشوف ايش معنى هذا الكلام او كيف بتجي الاسئلة في هذا الكلام.
Example. What is the value of a sinusoidal voltage at 3 microsecond from the positive going zero crossing when V peak اللي هو الفولتج البيك فولتج اللي عندنا 10 فولت and frequency 50 كيلو هرتز. طيب خلينا نشوف نقول على طول يبغى الايش instantaneous voltage. فنقول V يساوي او V instant يساوي V peak مضروبة في sin 2 باي F في T لانه اعطاني التايم عندي هنا واعطاني الفريكونسي موجود هنا. هذا الكلام بيساوي 10 فولت في ساين نفتح قوس 2 باي الاف عندي بكم الفريكونسي 50 كيلو او اقدر اقول في 10 اس 3. جدا مهم الوحدات، ما ينفع اضرب اكتب 50 لحالها حيطلع الناتج غلط. وهذا الكلام كمان مضروب في التايم اللي هو 3 مايكرو سكند اللي هي عبارة عن في 10 أس سالب 6. نعمل العملية هذه بالآلة الحاسبة راح يطلع الناتج سالب 6.75 فولت. فإحنا أوجدنا الانستنتينيوس فولتج عند الفريكونسي هذه وعند الزمن هذا. نكمل طبعا عندنا هنا الاناليسيز اوف اي سي سيركتس. طبعا السانوسوديال فولتج بروديوسز السانوسوديال كارنت. الفولت اللي احنا بندخله على اي مقاومه على اي دائره كهربائيه، هذه دائره كهربائيه فيها فولتج متغير اللي هو اي سي فولتج. طبعا راح الكارنت اللي راح يمشي راح يكون نفس شكل اخذ نفس شكل الفولتج اللي احنا دخلناه. يعني دخلت فولتج الفريكونسي حقه بهذا الشكل اللي هو سرعة الدورة بهذا الشكل، راح يطلع لي الكرنت بنفس هذا الشكل. طيب لو دخلت يكون بطيئة شوية الفريكونسي تكون ابطأ، راح يطلع لي كرنت بهذا الشكل ابطأ. فالفولتج زي ما انتم شايفين في الرسمة اللي هنا نفس الكرنت. طبعا قيمته الامبليتيود ممكن تختلف الفولت عن الكرنت. ممكن يكون الفولت بهذا الشكل، ممكن يكون الكرنت في نفس بنفس الفريكونسي ولكن بهذا الشكل. ايش اللي اختلف؟ اختلف البيك فولتج بين الفولت وبين الكرنت. Analysis of AC circuits Ohm's and Kirchhoff's law. طبعا ما راح اقرا الكلام الكثير هذا، ولكن هنا بيقول لي شيء جدا مهم في هذا الكلام. بيقول لي انه لازم يكون الكرنت والفولت اللي انا بحسب بيهم يكونوا مع بعض نفس الوحده. بمعنى اذا انا بستخدم البيك فولتج لازم يكون الفولت بالبيك والكرنت بالبيك. لو بحسب بيك تو بيك لازم يكونوا الاثنين بوحده البيك تو بيك، او ممكن يكون الاثنين بوحدة الار ام اس، او الاثنين بالافريج فاليوز. لازم يكون الكرنت عندي افريج كرنت، الفولت يكون عندي افريج فولت او بيك او ار ام اس، فلازم يكونوا موحدين الاثنين مع بعض. طبعا بالنسبة للباور الشرطة الوحيدة عندي لازم تكون بالار ام اس، انا ما اقدر احسب بغير الار ام اس اللي هو الروت مين سكوير. اللي لو تتذكروا قلنا انه الار ام اس في الفيديو الاول كان بالنسبة للاي سي، قلنا انه الار ام اس هو الريبريزنتيشن لايش؟ للدي سي، قد ايش الدي سي المكافئ لهذا الاي سي. فلازم تحول كل شيء بالار ام اس، الكرنت والفولتج، ونفس القوانين اللي هي V في I، V سكوير على R أو I سكوير في R، ولكن بالار ام اس. فبعض التركات اللي موجودة في الاختبارات اللي دائما نجيبها في الاختبارات نديك القيمة بالبيك أو بالبيك تو بيك، وانت راح تستخدم قوانين التحويل عشان تحول لار ام اس، ثم بعد كده توجد الناتج. فهذا شيء مهم جدا لازم تنتبهوا له. طيب ناخذ المثال هذا الموجود عندنا. Determine the RMS voltage across each resistor and the RMS current in figure 1143. The source voltage is given as RMS value. خلاص معطينا كل شيء بالRMS. Also determine the total power. طبعا هذا السؤال جدا سهل. اول شيء راح نجيب الR total. R total يساوي
عندي هنا قيمتين مختلفة، وحدتين مختلفة عندي هنا بالكيلو، عندي هنا بالأوم، فراح أقول إيش الار توتال يساوي 1 زائد 0.56. طبعا أنا حولتها كلها بالكيلو، حيطلع لي 1.56 كيلو أوم. أنا وجدت الار توتال. الآن أبغى أوجد الاي توتال يساوي في على ار، وهذا الكلام بيساوي 110 على 1.56 كيلو، راح يطلع لي 110 قسمة 1.56 راح تطلع لي 70، يساوي 70.5 ملي امبير. احنا وجدنا ال RMS برضو current، هذه كلمة total الموجودة هنا. طيب ايش اللي طالبه بعد كده عندنا هنا؟ determine the RMS voltage across each resistor. انا الان اوجدت الكرنت، كان يمديني استخدم على طول الفولتج ديفايدر رول، ولكن انا اوجدت الكرنت اللي ماشية هنا. الان ابغى اوجد الفولت اللي على هذه المقاومة، راح اقول على طول VR1 يساوي I مضروبة في R1 I total، هذا الكلام بيساوي نفس القيمة اللي هي 70.5، ولكن عندي هنا الاي بوحدة الملي والار بوحدة الكيلو، الملي راح تروح مع الكيلو، راح يبقى لي 70 فولت RMS، نكتب الوحدة RMS. بينما هنا عندي VR2 يساوي I total مضروبة في R2 يساوي، أنا يمديني أطرح طبعا من 110، ويمديني أحسبها اللي هو أضرب قيمة ال R2 اللي هو النص تقريبا مضروبة في 70، هذا الكلام راح يطلع لي بحوالي 39.4 فولتس RMS. الآن إيش يبغى؟ يبغانا نحسب ال determine the total power. التوتال باور اللي هو لازم نوجد ال R total، وبعد كده نوجد اللي هو عندي أوجدنا ال R total، إحنا نقدر نوجد إيش عندي ال P total يساوي I square مضروبة في R total I total square، هذا الكلام بيساوي 70.5 تربيع مضروبة في ال R total 1.56 هنا بالكيلو، وهنا عندي بالملي، فراح يطلع عندي الناتج يساوي 7.75 وات. فاحنا كده اوجدنا طبعا كله بال RMS، احنا كده اوجدنا الباور، واحنا اوجدنا الان الفولتج دروب على جميع المقاومات الموجودة هنا. طيب ناخذ مثال يقول لي all values in figure 1144 are given in RMS، فهذا شيء جميل اداني هو بال RMS. خلينا ناخذ القلم. بعد كده يقول لي find the unknown peak voltage drop in figure 1144A، بنتكلم على هذا الفيجر، يبغى ال unknown voltage drop. طبعا عندي الفولتج سورس هنا ب 24، الفولتج دروب على هذه 12، الفولتج اللي هنا 8، هنا الفولتج الانون اللي عندي. فاقدر اقول طبعا هو تطبيق مباشر على قانون كيرشوف فولتج لو، الفولتج دروب يساوي الفولتج سورس، او الفولتج سورس يساوي الفولتج دروب. فنقول هنا عندي ال 24 تساوي 12 زائد 8 زائد ال VR3، وهذا الكلام طبعا حنجمع ال 12 زائد 8 ونطرح من ال 24، راح يطلع لي الناتج بيساوي ال VR3 تساوي 4 فولت. طيب احنا كده اوجدنا جواب السؤال الاول. الان بيقول لي find the total RMS current in figure 1144، يبغى التوتال كرنت. طبعا ايش اللي موجود عندي هنا؟ موجود عندي الكرنت الداخل، طبعا قانون الكرنت كيرشوف كرنت لو يقول الكرنت الداخل على نقطة يساوي الكرنت الخارج من هذه النقطة، هذا خارج وهذا طبعا خارج، وهذا الكرنت هو الداخل،
نبغى نعرف قيمة الكرنت الداخل. عندي هذا قيمته 10 اوريدي خلاص موجودة 10 ملي، وهذا عندي 3 ملي. فالكرنت الداخل يساوي الكرنت الخارجي، راح اجمع اي ان يساوي 10 ملي زائد 3 ملي، وهذا الكلام يساوي 13 ملي امبير. احنا كده اوجدنا الكرنت. find the total power in figure 1144B. يبغاني اوجد الايش؟ الباور. طيب ايش قانون الباور او ايش المعطيات اللي عندي؟ انا عندي بيقول لي اف ال في ار ام اس يساوي 24، يعني ال في سورس هنا عندي ب 24 فولت. فانا عندي الكرنت الاي توتال موجوده وعندي الفولت، خلينا احطها هنا احسبها هنا. الباور توتال بيساوي في مضروبه في الاي، وهذا الكلام بيساوي 24 مضروبة في 13، طبعا هذه عندي هنا بالملي، يساوي 312 ملي واط، لأنه طبعا هذه 24 فولت وهذه بالملي، راح يطلع لي الناتج 312 ملي واط. بكذا احنا أوجدنا جميع الأشياء المطلوبة، وهذا مثال سهل ومباشر. هذا سؤال براكتس، انا الوقت طال علي كثير، ولكن ابغاكم تقروا هذه الاسئله وتحلوها بنفسكم. اذا في اي سؤال اكتبوا لي هو تحت على الكومنت، وان شاء الله راح نحاول نحله مع بعض، نتساعد فيه اذا كان صعب. جميع الاسئله سهله وما فيها اي شيء باذن الله. وبكده احنا خلصنا الجزئيه هذه، الجزء الثالث، وباذن الله راح اشوفكم بعد كده ان شاء الله في الاجزاء القادمه على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.